هل من خصوصيه استاذ ابو نضال، هل من خصوصيه لسامان ياسين؟ بالتاكيد طبعا، هم بالنسبه احنا كبشر بالنسبه لا تمييز بين هذا وذاك، ولكن بالنسبه للرياضي والفنان والصحفي والمذيع وحتى هؤلاء يعني من طبقه لا اتصور قايمين بعمل يستحق هذه الاحكام، يستحق هذه الاحكام. اسمعني شلون الجائره، يعني الشباب، الشاب الذي قتل قبل يومين او استشهد اعدم، يعني او الاحوازي عمره 17 سنه، يعني عباس المنصوري، هذه جرائم حقيقه المفروض يعني النظام يعاقب عليها بشده من قبل النظام الدولي. يعني لا، سأتي الى عباس المنصوري رحمه الله لانه ايضا قضيته مهمه، لكن من هو سمان ياسين؟ هذا الرجل فنان، يعني فنان، يعني وله مكانة بين الشباب وبين الفنانين وبين كل المجتمعات في داخل جغرافية ما تسمى إيران، وهو أصلا بعيد عن هذه الأمور، ولكن النظام الإيراني يختار بعض الشخصيات ويقوم بهم هذا العمل الفجيع حقيقة، الإعدامات من أجل يتصور له أن يردع الآخرين. هذه الشعوب حقيقة علينا أن نقول ونتحدث بصراحة أن هذا النظام يعيش بالقرون الوسطى، وأنا كررت هذه العبارة. يعني شو دليل هذه الإعدامات الإجرامية، وحتى عند الأعمار القاصرين، يعني حتى عند الأعمار القاصرة من السن القانوني يقوم بهذه الإعدامات. فهذا دليل واحد أن هذا النظام متوحش، نظام إجرامي، نظام الآن أصبح يخاف على نفسه، يتصور كل أستاذ أبو نضال، إعدام ياسين إذا ما تم إلى أي مدى يمكن أن يؤجج؟ اسمح لي هنا، يعني لأنه التقسيمات موجودة، هذا أمر واقع، إلى أي مدى يمكن أن يؤجج الشارع الكردي الشيعي بالتحديد؟ بالتأكيد احنا طبعا علينا أن نشير أستاذنا الكريم، بالنسبة يعني هذا النظام علينا أن نقول أنه يقتل الجميع. نعم، الشعب الكردي والشعب العربي والشعب البلوشي والشعب التركماني والأتراك نفسهم وكل الشعوب وحتى الشعب الفارسي، حقيقة نحن جميعا نقف مع هذه الشعوب وأبناؤنا. حقيقة إذا حصلت هذه الجريمة، وخاصة للشعب الكردي وهو شعب حقيقة ضحى بالغالي والنفيس من أجل كرامة الإنسان الكردي، ونحن نشاهد الجرائم التي تقوم على أرض كردستان طبعا لا تقل عن جرائم هذا النظام في الأحواز أو بلوشستان، ولكن أتصور ستكون ردة فعل ليس فقط من الشعب الكردي بل من الشعوب الأخرى، أنها كلها مسؤولة عن حماية أبنائها وحماية كرامة الإنسان وحماية حقوق الإنسان وحماية ما يدور حقيقة من جرائم على أيدي هذا النظام على أبناء هذه الشعوب. النظام الإيراني، أسمح لي أن أقل من دقيقة، يعني جمهورية أذربيجان لديها مشكلة حدودية مع أرمينيا. النظام الإيراني الذي يدعي هو شيعي ويدعي هو يعني ما أدري بعد شرد أضيفا على كلمة الشيعي، ويقف مع أرمينيا ويقاتل جمهورية أذربيجان الذي هي أكثر شعبها شيعي، يعني أو نحن قتلنا اليوم الأحوازيين، إحنا كشيعة أكثريتنا شيعة، أو أتراك أذربيجان نفسهم أكثرهم شيعة. يعني هذا النظام أستاذنا الكريم ومشاهديكم الكرام بعيد عن الدين أصلا وبعيد عن كل المذاهب الإسلامية. هذا النظام له منهج خاص، وحقيقة الآن أصبحت تتكشف كل خفايا الدين الفارسي، خلنا نسميه الدين الفارسي، الذي هذول بين قوسين اتخذوه كمنهج لاستمرار حكومتهم واستعادة امبراطوريتهم على حساب كل الشعوب، ليس فقط في داخل جغرافية ما تسمى إيران بل حتى خارجه. أستاذ أبو نضال، النظام يقول بأن هؤلاء الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام يستحقون ذلك لأنهم قاموا بعمليات قتل واعتداء بحق أفراد الأمن والشرطة في إيران. على يا دليل، يعني أنا شخصيا، اسمح لي أستاذ، أنا شخصيا أسير كنت عند النظام الإيراني أكثر من 10 أعوام،
وكنت بالمحتقل بالمنفرد عامين. يعني استمر التعذيب يعني كل اساليب التعذيب اسمعني شلون، والطرق اسمعني شلون، والرفض لكل التهم اسمعني شلون. كيف يعني مواطن وعمره 20 عام او 25 عام او حتى الى 70 عام، يعني خلال اسبوعين اكتشفت كل المستندات وكل ما يتهمون به بشكل رسمي حتى يحكمون عليه اعدام. يعني هذه القضيه حتى من اجل يعني تسلسل التحقيق وتسلسل القضاء والمحاكم، يعني ما يكفي الا شهور عده. اين المحامي واين المدعي العام واين مراكز التحقيق الذي حققت من هذا المواطن او تلك المواطن حتى يحكم عليه اعدام خلال 3 اسابيع او 4 اسابيع؟ يعني هذه القضيه وهي احنا جميع والقنوات كلها شاهدت الاحترافات المزورة، الاحترافات التي بالقوة. أنا شخصيا والله العظيم وأحلفها أمام شاشتكم الكريمة، يعني المحقق قال لي يا أبو نضال إذا ما تحترف نقطعك القطع ونذبك للكلاب أجلكم الله. قلت لعمي أنت هذا مو أول مرة مسويه بهذا الشكل بهذه الصراحة. أنت شاهد عيان الآن على ما جرى معك تجربة شخصية. أنا مستعد أرفع يداي ومستعد في أي محكمة دولية، مستعد أقابل القاضي محمدي والمحققين في مخابرات مركز الأحواز. قال لي بهذه الصراحة، قال لي يا أبو نضال بهذه العبارة، أبو نضال انقطعك ونذبك للكلاب. قلت له الله كريم.